ايه معلش. فجأة كنت بالمكتب اتصلوا فيني لازم اروح على مجلس الوزراء، فقلت ما حلو يروح بالطقم القديم. قديم؟ ما صار لي اسبوع شاريت لك اياه. بعدين من امتى بتشتري ثيابك لحالك؟ على طول انا اللي بشتري لك اياه هون. هذا اللي صار شو بساوي يعني؟ شو؟ مسيحي هيك شو؟ ان شاء الله مفكر اني صدقتك. هات لشوف. وين كنت ومع مين؟ كنت بمجلس الوزراء. وشو قصة ثيابك اللي شالحهم بالمكتب؟ لك وطي صوتك! عيب الحكي قدام الاولاد. ليش شالح ثيابك بالمكتب؟ فسر لي، اقنعني، بطل شك. شوفي أميرة، أنا حر، إيه؟ ومالي ملزم اشرح لك كل شيء بيصير معي بالمكتب. بعدين أنا، لك أنا حر، بشرح أنت ما بدي، وبلبس أنت ما بدي، فهمتي؟ بعدين هشر وحبر. يعني هلا شلون بدي هشر وحبر هلا؟ هلا اذا رسبت انا مين مسؤول؟ اه؟ شو قصتكم انتم؟ يتخانقوا ما دخلني انا. نهز بدني هلا ما عاطيني لا هشر ولا حبر. اختار يا انا يا هي. مين هي؟ سكرتيرة بالحسناء ام شبر ونص. شو دخل السكرتيرة بالموضوع؟ قلبي ما ارتاح لها. ما المهم انت ترتاحي لها، المهم انا ارتاح لها بالشغل. اسمع احمد، انا بعد ما تجوزتك ما خليتك تحط ممرضه بدالي بالعياده مشان ما تلعب عينك عليها. فاذا بتحبني وبدك اياني ضل معها تبعد السكرتيره عنك. عين سكرتير بدالها، شو بتخسر؟ هلا قيميني من قصه السكرتيره والسكرتير وفهميني. منين هذا طقم الكنبايات اللي برا؟ أنا ما فهمتك إنك ما تشتري. أنا ما اشتريت شيء. لك أنا منين؟ إجونا هدية. هدية؟ من مين؟ أختي وجوزها اشتروا لنا إياهم هدية حلوان منصبك الجديد. حلوان منصب الجديد؟ أبصر جوز أختك هالغالي على شو عم يرسم. تفضل دكتور. تفضل. يسلم هدياتي أبو صالح. صحتين وهنا. ما قلت لي الشغل هون احسن ولا بالعياده؟ انا ما راح جاوبك، اسال صديقك الدكتور وهو بيقول لك. لا زيني، انا بعرف جوابكم انتوا الاثنين. هلا كل هالشيء صار معك بهالمده القصيره هي؟ المشكله يا وحيد اني ماشي بطريق وما لي عارفان شو نهايته، والمشكله الاكبر اني لحالي، مثل ما بيقولوا ايد وحده ما بتسفي. بس قلت لي انه في موظفين شرفاء وعم بيساعدوك. مزبوط، بس قلال شوي. هلا شو بدنا بيسيري؟ قل لي شو اخر اخبارك الفنيه؟ عم بنتظرك. بتنتظرني لي؟ ايه. مشان شو؟ عم بنتظر منك تفصيل دقيق ليومياتك وكل طرفه مرت معك بدك تحكي لي اياها. وهالشي بشو بفيدك؟ رح اعمل منه مسلسل جديد وسميه يوميات مدير عام.